كملين معكم مشاهدينا من كل حتة بتحضرونا منها، يسعد مساكم وأهلا وسهلا بكم من جديد. ضيفنا دلوقتي ضيف مميز، ده ما زبطتش الأردني دخل بالمصري، بس حاولت أجلد مجد عيد ما زبط. اليوم ضيفنا بفقرة ضيف لطيف، ضيف فخم جدا شهادتي مجروحة فيه، فنان على الطراز العالمي، شفناه بكتير أعمال، شفناه آخر فترة، شفناه بشارع خير الله، شفناه بفيلم الثورة العربية، شفناه بقص وعص، وشفناه بلدت عجن، وشفناه بتلفزيون جديد، وشفناه ببث بياخة، ما شاء الله عليه الفخم مجد عيد. طبعاً واحدة من الشخصيات اللي كتير حاولت أنا هلأ أقلدها وفشلت طبعاً، اللي هي شخصية عفت اللي شفناها بقص وعص. يا باشا أنت يعني أنت عملت في اللهجة المصرية عجينة بقى. ها؟ مساء الفل يا فندم. أهلاً وسهلاً يا أستاذ يزيد، شكراً أول شيء على المقدم الحلو. لا 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 بص عاوز ترحب بالجمهور بالطريقة المصرية بطريقة عفت. طب بص أنهي كاميرا بس عشان أقول لي. بص دي كاميرا. أهلاً وسهلاً مشاهدينا الأعزاء، أنا دلوقتي عفت يعني، ها خلي بالك بس عشان الشخصية. كنت بواب عمارة بقى، فين بقى؟ في مسلسل قص وعص اللي شفناه على. لا استنى، قص وعص بالمصري كيف ده تنحكى؟ قص وعص اعطيها بالمصري. هي قص وعص يا باشا. ما انا خلاص عشت في الارض بقى وخدت منكم بقى، انا بقيت نشمي. حضرتك يعني انا بهيجم دلوقتي يعني، خلاص انا بقيت اردني 100% يعني. انزل مستجمع بنك الانسان، اروح انهي حته اللي عاوزها خلاص يعني. انا ادلك هنا قد ايه حسيت وشخصيه عفت فرقت معاك يعني؟ في ناس يمكن من اكثر الشخصيات اللي حبتك فيها موضوع عفت، صح؟ شخصيه وتقمصها بطريقه جدا مبدعه. يعني انه شخص اردني يتقن اللهجه المصريه مش شيء سهل ابدا. قديش هاي الشخصيه غيرت في المجال؟ شوف، هو عفت اصلا انا كنت لي فتره بحكي كثير مصري يعني، حتى مع رامي وسام يعني هيك حكينا كله مصري. ليش؟ ما في سبب يعني ليش، بس خلص يعني بجوز عشان احنا طول عمرنا متعودين نحضر مسلسلات وافلام مصريه، فبين هذا الموضوع، فموضوع اللهجه صفى سهل. وانا بصراحه بلقط يعني، زمان كنت وانا صغير اقلد، فصرت القط لهجات، فسوري، خليلي، فلاحي، بدوي، مصري شوي، بتروح تونسي. فبس المصري يعني طبعا تحيه لاخواننا بمصر يعني، اكيد احنا لهجتهم بتحسها دمها خفيف لحالها، فيها تون هيك بخليك تنبسط يعني. فرامي لما فكر بقصة مسلسل قص وعص يعني على السريع، لما كان في عمارة في لها بواب يعني، احنا عارفين انه هذا الاشي من الثقافة عندنا في الأردن، مجد فلازم يكون عفت. انا كنت مستمتع يعني كنت ما اروح من اللوكيشن يعني صراحة، يعني انه اضلني اسليهم، عامل عفت حتى في برا التصوير عفت، ولابس اواعي عفت واموري تمام. طب بعد عفت ايش في شخصيات هلا هيك انت ناوي تبلش فيها؟ يعني شوف احكي لك شغلة، هو شخصياته اول شيء حسب الدور اللي بنعرض عليك انت. في اعمال عم بتجهزها هلا حاليا يعني؟ احنا اخر شيء عملناه كان شارع خير الله، كنت شوفير تاكسي فيه يعني، اخر شخصيه عملتها. حاليا في هيك شيء عم نشتغل على شو ارتجالي، هو تمثيلي ارتجالي راح يكون قريبا يعني، لسه ما بقدر احكي عنه كثير، بس راح يكون رايح لهذا المكان يعني الفترة الجاية. أما شخصية أحكي لك إيش لأعمل شخصية، لو حسب الدور وين مثلا المخرج بشوفني إنه أنا بقدر أعمل هاي الشخصية أو ما بقدر أعملها يعني. قدها وقدود حبيب قلبي يزيد. طيب هلأ مجد، إحنا بالعادة إحنا بفقرة ضيف لطيف نستضيف ضيوف حلوين زي حضرتك، بس مش عشان نسألهم الأسئلة التقليدية اللي هلأ سألناها. أو يقول لي مجد الإنسان بفرق يعني إيش مجد الفنان وهي. لا لا إنسان. أنت خشيت علي خش نقصني بعدين زي الحلم طلعت. هلأ مجد إحنا حبيب معك. أنت مركز بهذيك الزاوية، بتعرفش إنه أصلاً الحكي هون الحكي. حكولي أنت. هلا أنا اسمي مكتوب. حيشوهك طلعك بوكيمون. هلأ بالنهاية من المفترض إنه أرسمك. إذا بتزبط برسمك على كيفك. طيب. يعني هيك ولا هيك هعجب عليك. يعني على الجهتين هعجب. اسمها ضيف لطيف، فهي لطيف. يا لطيف. طيب هلا الاسئله اللي هنسالها يعني بدها تعرف الناس عليك اكثر كشخص. شخص. بس مش بعمق انسان كفنان. لا لا. وفنان. يا سيدي العزيز انا قصتي كالاتي. انا خلصت صحافه واعلام من جامعه البتراء، بعد هيك رحت لحالي على العقبه بدون اي سبب، عشت بالعقبه سنتين وفتحت مطعم على البحر، كنت افطر الناس، كنت اشتغل برضه بالعقبه يعني عشت سنتين لحالي. كنت بعرف هذا. رجعت على عمان، قررت ارجع لشهادتي، اشتغلت بمجال الاذاعه بس نجح المطعم واضح يعني. شفت السياره الجايه فيها قال. لا واضح انه نجح يعني الحمد لله. انا كنت فاتحه الي المطعم اتسلى يعني. يعني هو اصلا يعني المطعم كان يقدم بس فطور يعني مقدوس واشياء، كانت امي تبعت لي المقدوس والزيتون من عمان وانا احط اللبن واعمل لهم بيض ومبسوطين على الموضوع. طيب هلا عفوا خلصت قصة اللبنة؟ حكيتش لبنة، حكيت مقدوس. مقدوس. طيب هلا بدنا نسألك احنا مع او ضد. تمام؟ هنبلش بمسألة، هل انت مع ام ضد انه في الاردن احنا عم بنعزز ثقافة جعل الاغبياء مشاهير؟
مع نعم الله. الموسيقى البديلة دخيلة على الموسيقى العربية الأصيلة، مع ولا ضد؟ يعني هو مش دخيلة، يعني كل إشي فيه له تطور يعني. مع ولا ضد؟ للآخر يعني. لا مش دخيلة، مش دخيلة. ضد يعني. ضد يعني. ضد. طيب، مع أو ضد إنه الأردن دولة مستوردة للدراما التلفزيونية وليست مصدرة؟ حاليا نعم. نعم؟ يعني سنة أحكي طبعا لخلنا عليه. أيوة إحنا بالضبط. يعني إحنا عم نحاول، لا بالعكس، في حركة تمثيل من 7 سنين كثير أشياء ساهمت فيها، واحدة منها يعني ظهور قناة رؤية، إنه صار في منبر عندك للشباب. صح. الجيل هذا يعني. صح. في كان عندنا إحنا التلفزيون الأردني في إله جيله مثلا. صح. إحنا جيل الشباب هذا في إلنا ثقافتنا وفي إلنا عاداتنا وفي إلنا مختلفة عن أهلينا يعني شوي، صار في عندك رؤية عم بتطلع هذا المنتج والسوشيال ميديا كمان، فإحنا بمرحلة محاولة لسه ما وصلنا عربيا. من خبرتك بدوي. من خبرتك من خبرتك، وبدي إياك تكون واقعي معي، أنت تتخيل راح نصير نصدر أعمال تلفزيون لبرا؟ كل بكل صراحة وواقعية يعني إن شاء الله أحكي لك شغلة، لما يكون في عنا يعني إحنا عنا في ممكن مشكلة في كتابة النص دائما، مليون بالمية في كتابة النصوص، يعني لما يكون عنا نص قوي اختيار الممثلين يكون كل ممثل في دوره، لو بيطلع مشهد صغير بس. صح. عمل الدور في مكانه. صح. ولما جد صراحة يأمنوا فينا ويعطونا مصاري لهذا، عشان هذا الحكي مكلف، لما يأمنوا إنه في هنا فرص، في بوتنشل عند الشباب الأردني، يعني إنه من حقهم نعطيهم فرصة ويندفع مصاري، وقتها إحنا ممكن نوصل للعربية يعني. طيب، مع ولا ضد عسيرة السوشيال ميديا بأنه مواقع التواصل الاجتماعي تقيم الإعلاميين وبتحدد نجاحهم؟ ضد. ضد؟ يعني هو شوف السوشيال ميديا غصب عني وعنك صارت موجودة في كل مكان، مهمة نوعا ما، بس يعني الإعلامي أول أو يعني آخر الإعلام وهي الأشياء هي بتقدمها، المحتوى اللي أنت اللي بتقدمه، والإنسان اللي بيقدمه هو صراحة إذا مؤمن في رسالته وعم بيقدمها صح. يعني زمان يعني زمان ما كان في سوشيال ميديا، كيف كنا نقيم الموضوع؟ ما كنا نقيم احنا. صح. يعني لا، كان الصح صح والغلط غلط. صح. طب هلا في شغله مجد بجوز في بعض من الناس ما بيعرفوها، انك برضه مذيع راديو فخم ومعد. معد سالم كمان. احكي لنا اكثر عن الموضوع، شو البرنامج؟ انا كنت اشتغلت باذاعه هلا القوات المسلحه، يعني هاي من احلى فترات حياتي، اشتغلت فيها معد برامج مع رندا كراتش الفخمة طبعاً، ونسرين أبو دية أكيد. وكمان اشتغلت مع أحمد سرور فترة صغيرة هيك. بعدين حكيت إنه أنا قبلها كمان كنت اشتغلت دي جي. أوكي. على الهواء. أوكي. كنت دي جي مهندس صوت بس مش بهلا، فدي جي قلت أنا بدي أروح معد. أوكي. بعد المعد بدي أنتقل لأكون مذيع. يعني كنت مخطط للموضوع طبعاً، عشان إنه أنا بشوف إنه المعد ثلاثة بواحد، مش ثلاثة، هو المهم إذا المعد روح أنت بتعد، وإذا تبع الصوت مش موجود أنت. أيوة يا عيني، فهم الطبخة كلها يعني. بالضبط، هو المعد من أهم الأشخاص طبعًا الموجودين في البرنامج طبعًا، عشان هو اللي بيعمل البرنامج طبعًا، والمذيع هو الشخص اللي زي حالاتكم يعني هيك بيقدم المادة بطريقة حلوة يعني. لطيف لطيف، طمني وين وصلت بال لا هزبطك حضرتك، هتزبطني حضرتك، بصير نشوف. للأمانة لطيف كان يتشارك معك. بص يا فندم، وين إيش لا حضرتك ده منخار، انت راسم اثنين مجد ومنخاره. هاد الكاريكاتير، انا راسم منخار طلع له مجد، بس هو هيك الكاريكاتير المبالغة. ما في مشكلة. مجد معنا دقيقتين من لعبك اخر لعبة. بدك تنقي رقم من 1 لـ3، كل رقم فيه موقف ودور وشخصية بدك تمثلهم الان. وين؟ لا هون زي ما انت. طيب، من 1 لـ3 1، 2، 3، 1. واحد، اوكي. وفير ستاتي حرك شعر زبونة بده يضبط الموضوع ويقنعها انه بالعكس اللي عمله هو موضة. طب جيبوا لي الشعر. مين عيد لك اياها؟ اعطيه. لا عرفت الموضوع. أوكي. طب بدي حدا امثل. انا الزبونة، انا الزبونة. الزبونة. شكرا لطيف. يلا روح. هاي سوري كثير. اسمع على فكرة، باي ذا واي، هذا الشعر اللي انت عم يعني على فكرة هو انا ما حرقته ولا شيء، بس هذا موضة كثير كثير حلوة يعني. سوري منك، سوري. كل بنات عمان صاروا بيشبهوا بعض يعني، كلهم عم بيعملوا هيك وهيك، يعني مش فاهم. لازم تتميزي. بتعرفي شغلة، احكي لك شغلة، اكثر الناس اللي عملوا تسريحات جديدة وضربت اولها تهاجموا صدقيني، وكلهم اجوا باي ذا واي بالصدفة. بالصدفة طبعا. انا يعني اقنعت انا اخشى من كيرتي.
فخر. طب انا خلص كملوا الموضوع. كيف الرسم بدها تتحول بعد المشهد التمثيلي هذا؟ اذا تغير الرسم مين اللي مين ذكروني احكي مع المؤدي على الاعداد. انت الاعداد شخص مهم. كنا عم نحكي لسه. طب لطيف راح ترجع تورجينا الرسمه كمان شوي كامله. بس بدنا نذكر انه احنا في معنا سؤال عليه جائزه بحلقتنا لليوم. طبعا السؤال كان ايش هي اول دوله عربيه تاهلت لمونديال 2018 راح يصير هذا الصيف بروسيا. الخيارات كانت السعوديه، مصر، المغرب، ام تونس. تقدر تجاوبونا عن طريق تطبيق رؤيا المجاني. فهلا احنا راح نطلع لفاصل، ولكن قبل الفاصل نشوف شو اخبار رسمه مجد يعني. وبدي اسال مجد كمان انك تجاوب على السؤال، غشش المتابعين. مين اول بتعرف اول دوله عربيه تاهلت لكاس العالم؟ اول دوله عربيه الجزائر. لا لا يعني احنا خلينا نقول الجزائر مش بكاس العالم هذا موجود. عدل الخيارات استنى شوي. عدل الخيارات. السعوديه، مصر، المغرب، السعوديه. السعوديه جواب نهائي يعني. نهائي تربح معنا تذكرتين اثنتين اثنتين. الرسمه لطيف واضح اني بعرفش اغش. لازم نطلع فاصل يا لطيف. يلا الضيف عنده مشوار. زبطنا صديقنا مجد بس طلعناك بدور فلاح مصري. ما قدرتش يعني ما قدرتش الا اجيبك عفت صراحه. اقول ايه يا استاذ لطيف بس عفت في البلد حضرتك. الرسمه دي فشخ حلوه جامده والله فخمه. مجد عيد شكرا. انت كبير شكرا. فخم جميل جدا. بدي اطلب من الاعداد انه مجد يطلعنا فاصل بالمصري. شو رايك؟ مشاهدينا مشاهدين كرفان شكرا لكم لغايه دلوقتي على اللي تابعتوه معانا. بعد رسمه لطيف الرهيبه قوي هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع يزيد ولطيف ومغربي.